الو، ها انتوا فين؟ اوكي، يعني داخلين على هنا؟ تمام، يلا متأخروش، مستنياكم. باي. تفتكري بقى لو كان حد غيرك جه وعمل نفس اللي انت عملتيه بالظبط واكتر، تفتكري انا كنت هوافق برضه؟ متهيألي اه. مش حقيقي على فكره، انا عملت ده عشان خاطرك انت بس. ايوه يا ريجا، انا مالك؟ حاضر حاضر، جاي. هاي هاي. انا اسف لو ازعجتك. لا خالص، مفيش ازعاج ولا حاجه. طبعا انت عارفه ان هنا في نظام وضوابط بتحكم المكان. اه طبعا، انا حتى مبلغه الناس اللي جايين بكده. طب يا ترى بلغتيهم لو في اي مخالفه هيدفع عليها غرامه؟ يعني مثلا لو حد اتكلم في الموبايل هيدفع 100 يورو. هم اصلا نو واي يعملوا كده. طيب انا هحتاج منك بقى 100 يورو علشان انت خالفت القوانين واتكلمتي في الموبايل مع انك عارفه ان ده غلط، فيا ريت بقى تدفعيهم في الريسبشن. انا اتكلمت في الموبايل؟ لا ابدا خالص، ما حصلش. لا حصل. لا انا ما اتكلمتش في الموبايل. أريش، ما احبش اشوفك كنت بتكتبي. انا عارف طبعا ان الموقف محرج، بس بصراحه انا ما بتهاونش في الموضوع ده خالص. لو عاوزتي اي حاجه انا موجود في مكتبي. تعال هنا. نعم. سوري معلش، انا اسفه، صوتي عالي لوحده غصب عني. انا بس كنت عايزه اعرف، انت عرفت ازاي ان انا استخدمت الموبايل؟ مستنيكي في مكتبي بعد ما تدفعي الغرامه. مستفز. Thank you.
الحمد لله على السلامه يا جماعه. الله يسلمك. بس ايه الموز ده؟ والله ما انا عارفه يا اختي. ايه ده؟ انت نطقتي؟ اخيرا خرجتي من كهن البنات اللي انت عايشه فيه ده؟ ايه ده؟ مش قلت لك ما تتكلميش معايا؟ اخرسي. يا جماعه احب اقدم لكم مستر مالك عبد الرحمن، هو صاحب القريه اللي احنا موجودين فيها، وانا باسمي وباسمكم كلكم بشكره جدا على المجهود الكبير اللي عمله عشان اقدر احجز لكم هنا. لا على ايه يا جماعه، انتوا نورتونا بجد. احب اقدم لك حسام كرييتيف تيم ليدر، ورشا، اسراء، مي، خديجه، روف. تشرفنا في السعيده. انتوا منورينا جدا بصراحه، بس انا كنت عايز اقعد اتكلم معاكم كده بس في شويه حاجات اوضحها لكم يعني لو وقتك يسمح. بصوا بقى يا جماعه، هنا زي ما انتوا بصوا يا جماعه، الهدف من وجودنا هنا اننا نصفي دماغنا من اي حاجه ممكن تعطل جوانا الابداع والخيال. عايزين ننشط موهبنا، عايزين نشغل دماغنا بطريقه مختلفه، اسلوب نعتمد فيه على مشاعرنا واحاسيسنا اللي هي اصلا اساس شغلنا. انا متفائله ان شاء الله ان قعدتنا هنا هتطلع حاجه مختلفه. انا وضحت لهم الموضوع ده كويس قوي، واعتقد ان الكل متحمس. طبعا يا جماعه، لو خلصتوا الميتنج بتاعكم في بره باربيكيو ورقص وغنى هتتبسطوا قوي. باربيكيو؟ بس احنا لسه واكلين. معلش شويه كده عقبال ما الاكل يستوي هتجوعوا تاني. يلا انا مستنيكم بره. طب ايه؟ يلا يلا يلا. الليل عند البوادي، الليل جينا يا بوادي، الليل عند البوادي، الليل جينا يا بوادي، الليل انا غني لنا، الليل انا غني لنا، غني لي وين ما جبنا وين شديلا عند البوادي، الليل عند البوادي، الليل عند البوادي، الليل انا غني يعني عمال تقول لنا مفيش تكنولوجي وبتاع وانت منور الحفله كلها بالكهرباء. ما هي الكهرباء دي عشان خاطر النور بتاع الحفله، كمان مفيش اي فيش تحط فيها اي اجهزه. وبعدين فين ال 100 يورو اللي عليك؟ مش دافعه حاجه. تمام، حطهم على الفاتورة. برضه مش هدفعهم. الله، يعني خالفت النظام ومش عايزه تدفعي الثمن. انا مش هدفع غير لما تفهمني انت عرفت ازاي. فارق معاكي قوي يعني؟ ايوه. بص يا ستي، أنا عندي جهاز كده موصله بجنريتر زي السنسر يعني، أي حد يتكلم في الموبايل يديني إشارة على طول والمكان كمان. الله الله، يعني مش بس كهرباء، أنت كمان بتستخدم هاي تكنولوجي لمحاربة التكنولوجي. لا يفل الحديد إلا الحديد ولا إيه؟ إيه؟ أنت عايز تقول حاجة؟ لا لا خالص، مش عايز أقول حاجة، بص في وشك فرجة لوحدة. بصراحة أنا بحب بص في وشك أوي. ميرسي. إيه مالك فيه؟ لا أبدا مفيش. مفيش؟ شكلك كده واخد بالك من اللي أنا واخد بالي منه. شكل الواد ده إيه؟ كل دماغ على الآخر. قلتلك. يا اخي ما تسبقش الاحداث، ما يمكن قاعدين بيتكلموا مع بعض عادي يعني. غلط، لازم تسبق الاحداث عشان الاحداث ما تسبقكش. نفسي افهم يا اخي ليه بتروحوا خمسه؟ مفيش مره توصل الا خمسه. بطيء انت يا مومبي. طب وانت عايزنا نعمل ايه يعني دلوقتي؟ خش عليهم وهد عليهم اللحظه ورشة انت. بقول لك ايه؟ النبي يا اخي بطل تسخن فيا. راحتك. يوي هلو اوفا. مالك متنشن كده ليه؟ مش متنشن ولا حاجه، واي مالي وخلاص. لا خالص، شكلك بس متضايق فقلت اسالك. لا انا زي الفل. رأوك ممكن اسالك سؤال؟
ليه كل مرة أجي أتكلم معاك أحس إنك عايز تكسفني أو تحرجني؟ مش الفكرة بس أنت عايشة شوية بس كده بالخيال. خيال؟ هاي يا جماعة. هاي، ايه رأيكم بقى في الاتموسفير ده؟ اظن ملكوش حاجة. ابداع ابداع يعني. لا الحقيقة كل حاجة هايلة هنا، انا بحييك بجد. سيح. ولو اني مختلف معاك شوية على اسم القرية. انا من رأي حسين فعلا، يعني شايفة انك تغير الاسم احلى يا مالك. يعني يا جماعة انا كانت وجهة نظري في الموضوع. لا 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 لا، ثانية واحدة بس قبل ما تقول وجهة نظرك، علشان واضح ان وجهة نظرك دي هتاخد وقت طويل شوية. أنا الحقيقة كنت محتاج إن أنا أقعد مع أريج أتكلم معاه في موضوع. ممكن خمس دقايق؟ طيب أنا كده كده كنت قايم عشان أشوف الجست بتاعي. خدوا راحتكم بعد إذنكم. اتفضل راحتكم. أنت إزاي أحرجته كده؟ أنا ما قصدتش إن أنا أحرجه، بس أنا فعلاً عايز أقعد أتكلم معاك في حاجات مهمة. حاجات إيه؟ حاجات في الشغل طبعاً. طب اتفضل. انتي معايا؟ ايوه معاك. يعني وانا رحت فين؟ انا كنت بقول ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا كنت بقول ايه دلوقتي؟ هو اختبار ده ولا ايه؟ مش فاهم. لا ابدا ولا اختبار ولا حاجه، انا بس حبيت اثبت لك ان انتي مش مركزه معايا، يظهر كده ان في حد شاغل تركيزك. تقصد ايه؟ أقصد اللي انتي سمعتيه. كلامي مش واضح ولا ايه؟ انت ازاي بتكلمني كده؟ على فكرة انا اسمح لكش تتكلم معايا بالطريقة دي. طيب انا اسف بجد، انا اسف. بعد اذنك. وايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة ولا حاجة. حسام عايزك شوية. تعالي.